في توضيح بسيط. طبعا قطع من الشريط اللي هو المناصب السيادية، طبعا أنا قلت سرقة المناصب السيادية وقاعدة في الشريط، قلت المجلس الدولة ما تقدرش تجيبوا ستة ضروري تقول سرقة فنية اللي هي مناصب سيادية، مش سرقة فلوس. طبعا احنا حتى مرتباتنا عارفين هي جاية من الحكومة، بعد ترضى علينا الحكومة اعطونا مرتبات، ما ترضى علينا ما اعطوش مرتبات، راح حتى مرتبنا جاية من الحكومة. طبعا في صفحات اللي هم مرتبات. طبعا الشعب فاهم والمثقفين وفاهمين الصيغة متاعي، لكن في طبعا الصفحات الوهمية هذين هن يستهدف المال عكر ويحاولوا يشوهوا في اعضاء مجلس النواب. طبعا الكلام كان واضح، كلام الكرسي طبعا الكرسي انا قلته بسؤول عليه، والعرايك تو والمشاكل والقتال كله على الكرسي تشوفيه تو، حتى في اوكرانيا في روسيا حتى سيدنا علي ومعاويه تعاركوا على الكرسي. الكرسي قلت انا ما سيبش الا بانتخابات، تعال انتخابات وحولني، قال انا سيب كرسيه ما سيبش، هو مدير مدرسه ما سيبش كرسيه. هذا التوضيح المعين. نحن نحكوا علينا يحكوا على رواتب بس نواب يا جماعه، نحن راتبنا اراهو يجي في اربع نواب يجي في موظف في السفارات، سفارات برا 17,000 موظف، 17,000 موظف ياخذ في 10,000 دولار، يعني الموظف برا حتى موظف عادي في سفاره ياخذ في 10,000 دولار ما يقارن اربع مرتبات اربع نواب. هذا للتوضيح، خلك من الاستثمارات الخارجيه، نحن مجلس النواب دار قوانين، نحن مجلس النواب الضرب فينا والعيب فينا والكلام فينا، نحن ما عندنا شيء لا تشريعات، لا عندنا فلوس ولا نطلع فلوس ولا عندنا شيء، نحن درنا قانون التعليم ودرنا قانون متقاعدين ودرنا قانون 50,000 مفضل كيف هذوم يطلعوا تو ويطالبوا الحكومة بأنهم يعطيهم 50,000 متاحهم، لأن هذا قانون طلعوه مجلس النواب صندوق الجواز. نحن رانا مجلس النواب يا جماعة رانا راح أودية، نحن رانا نطلعوا في قوانين، لكن راهم اللي استمام العكر وخاصة الصفحات الوهمية. تو الصفحة اللي بسمة نعطي تحية، وفي صفحة يوميا علينا، يوميا علي لكن بسمة الحقيقي انا نعطي تحية، هذا واحد باب وزيق كل يوم علي بدر نحيب، لكن احسن دير صفحته واسمة ويحكي بسمة، مش صفحة وهمية وكلامه وهمي. نحن حتى بعد قاضي شخص يواجهك مواجهة، لكن راه نحن مجلس النواب يا جماعة راه تطاول علينا، ونحن مفروض القانون اللي درناه كرئيس مجلس النواب او السيد الرئيس، نحن هذه الاجراءات انا اتخذوهم في مجلس النواب، لان رانا نحن الوحيدين اللي توا مهاجمين، وراها والهجمه مش هجمه كرسي، وحتى بعد قلت الناس اللي درت بيه مثل راه خالي اسامه حلاق ونعتذر له، كلمني قال لي قلت المثل علينا انا الاعتذار، وانا سامح كل شخص حكى علي وقال علي، ولكن هذه الحقيقه وهذه الهجمه على مجلس النواب فقط، ما يدورش في حد الا مجلس النواب. وشكرا سيد الرئيس وبارك الله فيك.